هنا في المنطقة منزوعة السلاح، أو كما تعرف بالمنطقة المحرمة التي تفصل بين الكوريتين، يلتقيان ومن ثم يتصافحان من أجل السلام. 20 خطوة يمشيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل كوريا الشمالية، يصافح الزعيم الكوري كيم جونغ أون ويصطحبه عائدا إلى الجانب الكوري الجنوبي، وبذلك يكون أول رئيس أمريكي تضع قدمه كوريا الشمالية. الزعيم الكوري كيم جونغ أون وصف اجتماعه مع ترامب بالرائع، مشيرا إلى أن خطوة الرئيس الأمريكي تعبر عن استعداده لطي صفحة الماضي المؤسف وبدء مستقبل جديد. في المقابل أشاد الرئيس الأمريكي بتطور العلاقات بين الجانبين، معلقا بأنه لم يكن يتوقع هذه الزيارة التي تشكل إضافة للصداقة التي وصفها بالعظيمة والتي تجمعه بالزعيم الكوري، مؤكدا في الختام أن هذا اللقاء سيكون مجرد خطوة في المضي نحو الهدف الأمريكي لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وبحسب مراقبين فإن اللقاء من شأنه إصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، هذه العلاقة التي انقطعت مع الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و 1953 وأدت إلى فصل الشمال الكوري الشيوعي عن الجنوب الكوري الديمقراطية.